النفس الأمارة هي التي تؤزك أزا على المعصية. خلي بالك من الحول ده، وتجعل منك مطية إلى النار، وتجعل منك مطية إلى النار. منك أي ممن أطاعها وانقاد لها وسمع لها. نفس الأمارة بالسوء تؤزك دوما على السوء وتهيجك دوما على المعصية. والناس صنفان، صنف قهرته نفسه الأمارة وجعلته مطية إلى كل شر وهلاك، وصنف قهر نفسه وجعلها مطية له إلى الخيرات وإلى الجنات. والإنسان، كل الإنسان مهيئ لأن يكون صاحب نفس أمارة أو مطمئنة، كل إنسان. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى الإنسان مهيئ، كل إنسان، حتى لا يحتج إنسان بالمعصية على القدر، حتى لا يحتج الإنسان بالمعصية على القدر. وهؤلاء هم القدرية الجبرية، وهي فرقة من الفرق الضلة، وكذلك إخوانهم في الضلال القدرية النفاة. فلا ينبغي لعاقل أن يحتج بالقدر على فعل الذنب، لأنك مهيئ لسلوك السبيلين وللسير في أي النجدين شئت. وهديناه النجدين، أي هديناه، أرشدناه وعلمناه وبينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل. والهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيثبت ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة اختيارا للعبد ومشيئة للعبد وقدرة للعبد على أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر، وإلا فيتنافى مع عدل الحق سبحانه وتعالى أن يجبر العبد على فعل شيء وأن يحاسبه عليه. مع أنني قد أصلت لكم قبل ذلك أن لفظة الجبر ولفظة الاختيار ليست من ألفاظ القرآن وليست من ألفاظ السنة، بل وليست من ألفاظ السلف الصالح. الإنسان مسير أو مخير، هذه ليست من ألفاظ القرآن ولا من ألفاظ السنة. لا تجد لفظة مسير ولا لفظة مخير بهذا الوصف لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، وإنما قال ذلك بعض السلف من باب التنزل للرد على الخصم، للرد على المنكرين، للرد على المجادلين، رد على القدرية بفرقهم وطوائفهم الضلة. الشاهد: النفس الأمارة هي النفس التي تؤزك على المعصية. تقوم تصلي الفجر تقول لك لسه شوي، بين الأذن والإقامة كمان تلت ساعة، ولو مسجد سنة نص ساعة ريح لك ربع ساعة، والربع ساعة بتبقى إيه؟ ساعة وساعتين، ولا تستيقظ إلا بعد شروق الشمس، وهذا واقع. تريد أن تخرج صدقة 10 جنيهات أو 100 جنيه أو 1000 جنيه؟ 1000 كتير، 1000 كتير، هل هم 100 كفاية؟ وبعدين 100 ذكرت موضوع آخر، ده البنت لسه قدامها كم شهر هتتجوز هتتزوج، لا يبقوا 50 كفاية. طب والواد اللي عاوز الدروس الخصوصية ده محتاج لا 10، وهكذا. لا أريد أن أفصل هذه مسائل يعني فرعية، لا أريد أن أضيع فيها الوقت. الشاهد أنها دوما تؤزك على فعل المعصية، وتؤزك على فعل الشر، وتؤزك على قول الشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودي نفس خبيثة تحت
تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اوعى تقول لي ما أناش قادر، لا والله، والله لولا أن الله هيأك، والله لولا أن الله هيأك للتقوى ما أمرك بالتقوى. أولم يقل ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لا يكلف الله المكلفين بأمر لا يطيقونه، لا يكلف الله المكلفين بأمر لا يقدرون عليه. لولا أننا مهيئون لتحقيق التقوى ما أمرنا الله بالتقوى، لولا أننا مهيئون لامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد ما أمرنا الله بامتثال أمر واجتناب النهي والوقوف عند حدوده أبدا. هذا هو المراد بقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى إلا ما آتاها. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الأمر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنك لا تستطيع أبدا أن تؤدي كل الأوامر، وإنما سددوا وقاربوا. لكن في النهي ما تقولش لا والله أنا هنتهي عن لا أقدر عليه. واحد يقول والله ما يقدرش عن الزنا، ما يقدرش ينتهي عن الزنا، بس هو ينتهي عن شرب البيبسي. إيه الكلام الفاضي ده؟ زي واحد يقول لي نفسي في الجنة، أو والله كده نفسي في الجنة يا شيخ. قلت له يا رب اجعلني وياك من أهلها. قال لي بأنه لا يستطيع أبدا أن يصبر على ترك الخمر ونفسه في الجنة. ما أرخص الدعاوى، ما أرخص الدعاوى. لا يستطيع عاقل أبدا، عاقل، أن يتقدم لشركة للحصول على وظيفة معلن أوراق الوظيفة.